بمناسبة افتتاح الدورة السادسة لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية الذي تنظمه وزارة كل العراقيين وزارة الداخلية، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح هذا المعرض وإظهاره بالصورة التي تليق ببلدنا، ووزارة الداخلية متمنيا لكم النجاح في أعمالكم لتحقيق الغاية التي عقد من أجلها في دعم قواتنا الأمنية والعسكرية، وهي تخوض غمار حربا فرضتها عليها التنظيمات الإرهابية التي لا تعرف للإنسانية معنى ولا تريد السلام للعالم بأسره، تنظيمات كان وما زال ديدنها القتل والقتال وإراقة الدماء ورفض الآخر. السادة الكرام، يأتي انطلاق معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية لهذا العام وقوات الأمنية والعسكرية والقطعات الساندة على مشارف طي الصفحة الأخيرة من صفحات سجل أسود وريح صفراء هبت على بلدنا، فانبرى لها رجال أبطال عازمون على حفظ أمن وسيادة بلدهم، فسطروا ملاحم الإيثار والفخر بلوحة جميلة ستبقى منارا يقتدى بها في العزم والصمود. قادت من خلاله قواتنا الأمنية والعسكرية ورجال عشائرنا الأصيلة وأبطال القوة الجوية وطيران الجيش، هؤلاء الصقور، معارك بالنيابة عن كل العالم مدعومة لوجستيا وعسكريا من قبل الدول الصديقة التي كانت خير عونا لنا في إيقاف مد داعش الإرهاب العدواني الذي طال شره أغلب دول العالم. إن انعقاد معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية لهذا العام يحمل عنوانين بارزين، أولهما صفعة يوجهها العراق إلى الإرهاب الأعمى الذي أراد الخراب والدمار لشعب تواق للحياة والسلام، ومغزى آخر هو نجاح الحكومة العراقية الوطنية وشعبها العظيم الذي يشرح مصداقيته حضوركم بهذه الأعداد الكبيرة إلى أرض بغداد، بغداد السلام والمحبة. وما تحملوه ما ستحملونه من رسائل إيجابية لبلدكم تؤكد أن العراق يتعافى بالشكل الصحيح وسيكون قبلة للعالم أجمع. معرض الأمن والدفاع السادس الآن يعقد في على أرض معرض بغداد الدولي، في الحقيقة هو تظاهرة علمية رائعة وعرض التكنولوجيا العالمية من كل دول العالم والشركات المصنعة، كما ترون نحن الآن في شركة بولي وهنالك شركات عديدة لديها إنتاجات ومصانع مختلفة. العلم والسلاح يتطور يوم بعد يوم، نحن مشغولون بالحرب، ليس لدينا فرصة للذهاب إلى خارج العراق، ولذلك هذه الشركات عندما تأتي إلى هنا على أرض بغداد وعلى أرض معرض بغداد الدولي لعرض منتجاتها والتسليحية، هذه إن فرصة تاريخية إن إحنا كصنوف فنية وصنوف علمية بحتة لنطلع على آخر ما توصل إلى العلم والتكنولوجيا في مجال تطوير الأسلحة والطائرات والتكنولوجيا والأمن والاستخبارات والمراقبة وكل شيء. إن شاء الله يعني لا أكثر من شهر أو شهر ونص ستتحرر الموصل جميعا، كسقف زمن يعني شهر إن شاء الله، لأن الآن أنهينا داعش تقريبا، كل القدرة القتالية داعت انتهت، خاصة بضربات طيران جيش مجاعة. 3250 طلعة لتحرير مدينة الموصل فقط. وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مشتركة بأكثر من 21 دولة و80 شركة عالمية، هذا يفتح آفاق كثيرة إلى قواتنا الأمنية وخاصة القادة، وإحنا كحرس حدود وشرطة الاتحادية عندنا اشتراك فعال بهذا الموضوع، ونتمكن من الإمكانيات اللي موجودة من تحوير أو تطوير بعض الأسلحة أو الطائرات المسيرة أو الكاميرات بمختلفها،
وأيضا هذا يعطي عروض يعني جيدة وفرصة إلى القادة أن يشوفون الاحتياجات الموجودة عندهم وتجهيزات عسكرية أخرى. والله هذه انتصارات، احنا نوجه كلمة تبريك وتهنئة إلى كل أبطان من القوات الأمنية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحج الشعبي على هذه الانتصارات، ولعله يضعون اللمسات الأخيرة لطرد داعش من آخر شبر من أرض العراق، وإن شاء الله المعركة الفاصلة راح تكون معركة حدود بامتياز. اليوم قامت المؤتمر في بغداد في هكذا وقت في هكذا ظروف، ورسالة اطمئنان وأمان للعالم أجمع بأنه بغداد الأمن، بغداد الأمان، بغداد السلام، وبغداد العلم حقيقة. وهذا اليوم المعارض والتسابق بين الشركات العالمية والعربية والمحلية لعرض منتجاتها الحربية تدين داعش. عدو عدة إمكانيات وإمكانياته، احنا اليوم كسرنا داعش وهزمناه، وأكيد للإنتاج وللآلة العسكرية لها دور كبير في هزيمة داعش، لذلك هذه المنتوجات اليوم ضرورية جدا نطلع عليها ونشوف المتيسر اللي نحتاجه واللي موجود عندنا. يمكن خبرتنا الميدانية ممكن نضيف للشركة شيء حتى تحسن من هذا الإنتاج. الدفاع المدني أخذت حيز من هذا العرض. تشوفون حضراتكم معروضاتنا اقتصرت على جوانب معينة بعينها ربما يغفل عنها المواطن الكريم والمشاهد الكريم عموما. أمام حضراتكم معدات تستخدم في الإنقاذ الخفيف بأنواعه، معدات معالجة القنابل غير المنفلقة، معدات وأجهزة متطورة لفريق سي بي آر إن، وهو الفريق الوطني العراقي المسؤول عن التدخل في الحوادث الكيميائية والبيولوجية والنووية. بالتأكيد كان لها حضور كل هذه الأجهزة وغيرها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات السلم والحرب، وبالتأكيد الآن حضورها أكبر وأعمق. نحن نسند بقوة قيادة قوات الشرطة الاتحادية في محور تقدمها. 31 دولة في معرض مهم برعاية السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبتواجد ورعاية كريمة للسيد وزير الداخلية وكبار القادة من الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى. شركات مهمة وأسلحة مهمة تعرض في هذا المعرض، وإن شاء الله فيها فائدة كبيرة، خاصة أنه قواتنا الأمنية اليوم في مرحلة تقدم حقيقي، وقامت المعرض فيه عدد من الرسائل، رسالة الأمن والاستقرار لبغداد، رسالة التطور، ورسالة أيضا عملية الانفتاح الحقيقة للعراق، وحضور الكثير من الدول والكثير من الشركات. طبعا شركتنا الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية هي أكبر شركة في وزارة الصناعة والمعادن، الشركة الوحيدة المختصة على مستوى القطاع العام والخاص بالتجهيزات العسكرية. نحن ننتج بدلات عسكرية صيفي شتوي، كذلك قماصر عسكرية، بسطال، درع، خوذة، بيرين، نطاق، دوشق، مخدة، بطانية، خيمة عسكرية، ملابس داخلية للمقاتل، كيس تجهيزات بانجو.